معي تفضل. سالفة الخصم اللي جاء على خلفة الجنوب، طبعا فيه ناس مثلي بريئين، اللهم يمشون وشوفوا ذولا عزم عليهم وركبوا معهم، ما أنا دخل ولا حاجة، مضبوط. وزي كالروم زي كذا وخصم علينا، مع أننا حنا كلنا قلنا أننا نبي نتحمل قيمة الفرشة ونتفق حنا مع هذا، حتى كان خصم مو بأنه خصم سهل، كان يقص الظهر. يعني الخصم كان يا عبد الرحمن 100 ريال على كل شخص شارك في هذا الشيء. والمرة الثانية أقولها يا عبد الرحمن، أنا أي قرار أصدره ما أرجع فيه. طيب ليش ما القرارات يصدرون بدون ما تنادينا؟ عشان ما يصير ودنا نرد ولا نقدر نرد، كن ينزل بس. السؤال اللي بعده. والله كويس، والله اقتراح جميل. ينزل لائحة على الخصومات.